ممكن الهدية تكون كلام، كلنا نحب نسمع كلام حلو وننتظر أحد يقول لنا كلام حلو. كمية تحسسنا إن هواي مهم في حياتك تعني شي كلش مهم. هاي بحد ذاتها هدية، هاي بحد ذاتها تحسس المقابل بالفرح وبالابتسامة، ما راح تفارقي أبدا. بس إذا جيت للواقع، كل الهدايا تكون مادية عينية للآخر غير الكلام. بعض الناس تقول لك الكلام ببلاش، نريد نشوف أفعال. مو دائما، ساعات الناس تسوي لك أمور وأنت تعدها من ناحية الأفعال، بس أنت ما فاهم طبيعة هذا الفعل ليش، وفي اللي يخسى عليك بس بقساوته يريد يبين لك إنه يهتم لك ويريد مصلحتك، وفي اللي غار عليك ويريدك بروحك. غرابة الهدية بدون مناسبة ممكن تجي بشكل يومي، رسالة بدون سابق انذار من شخص بدأ يعني لك كل شيء، يهتم بيك، يخاف عليك، يريد مصلحتك، ما يزعلك، ما يضرك. المهم حتى ما نطول السالفة، اليوم عيد ميلاد شخص وأحب أهدي له هدية وأقول له كل عام وأنت بخير. هديتي ما راح أشوفها، هديتي راح تحس بيها، هديتي ما راح تلامسها بيدك، هديتي راح تلامسها بقلبك. هديتي يمكن ما تبان اليوم ولا باكر، هديتي راد لها 10 عمر، هديتي قلب، هديتي إحساس، هديتي إنسان يحترمك قد الدنيا، إنسان يخاف عليك بقد الأرض، ما يريد لك المضرة ولا يريد لك التعب أبدا. ويا عسانا ما أشوف دموعك إلا فرح، هديتي لك إحساس من قلب صادق وصافي، مستحيل تحصل قلب مثل هاليومين. وحب أقول لك في نهاية الحديث، كل عام وأنت بخير، كل عام ودوم صداقتنا مع بعضنا، كل عام وقرابة هديتي تكون أحلى، لأن بعد الزمن وبعد الأيام والمواقف والأحاسيس، يوم عن يوم، دقيقة عن دقيقة، راح تبدأ تقدر هالهدية أكثر، راح تهتم بيها أكثر. ما راح يهمك كل الهدايا اللي راحت، راح تهمك هالهدية. أدري هالكلمات اليوم أقدمها هدية، ورغم بساطة هالهدية أتمنى أن تكون هدية جميلة.